مرحبا بكم في صحة ماك. كل يوم نجيب لكم موضوع جديد على الصحة، التغذية والجمال. إذا كان تبعتوا الحلقة تاع اليوم راكم رايحين تعرفوا الفايدة تاع المغنيسيوم للمرأة الحامل والأهمية تاعو بالنسبة للجنين. في رأيكم هل أعراض نقص المغنيسيوم عند المرأة الحامل هي نفسها عند أي إنسان؟ صحيح، على خاطر لازم المرأة الحامل ترطبلها وترطبلها مليح وتتزود بهذا المعدن عن طريق اتباع خطوات بسيطة رانا رايحين نقدموها لكم من خلال الحلقة تاع اليوم. لازم تعرفوا بلي المغنيسيوم مهم ومهم جدا للمرأة الحامل. قولوا لي علاش؟ على خاطر يساعد الجنين في نمو الأنسجة وإصلاحها وبناء أسنان قوية وعظام قوية، وزيد يدخل في وظيفة كل من القلب والعضلات. بالنسبة لأعصاب الجنين، المغنيسيوم يمنع حدوث الشلل الدماغي ويحمي من التشوهات الخلقية، وبما أنه يرخي عضلة الجسم دونك المغنيسيوم رايح يمنع انقباض عضلة الرحم ويحمي الأم من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض. إذا كنت حامل كيفاش تقدري تعرفي باللي عندك نقص في المغنيسيوم؟ تبان إذا كان عندك غثيان دونك دي نوزي ولا تقيؤ دي موفوميسمون، ودايما تحسي روحك فشلانة ولا ما تقدريش ترقدي مليح في الليل وتنسي بزاف وتتقلقي بلا سبة ودايما يوجعك راسك. الحل بسيط وقدمناه في الحلقات اللي فاتوا، لكن دايما نأكدوا على نظام غذائي سليم وصحي وبيكون غني بالمعادن، يعني فيه الحبوب الكاملة، الأعشاب خاصة السلق والفاكهة، الزافوكا، الموز، اللوز، الحليب والشوكولا نوار. وإذا شفتي باللي ما تقدريش تاكلي ولا حبيتي نتيجة أسرع، كاين المكملات الغذائية. دونك جيسبر نكونوا فدناكم في الحلقة تاع اليوم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، يلا بروشان إن شاء الله.